لا يصلون ولا يقرؤون القرآن، لسانهم لا يذكر الله أبدا، مدمنون على الغيبة والنميمة، وحين يشعرون بالضيق والوحشة يقولون أريد شيخا يرقيني. أنت لست بحاجة للرقية، إنما أنت بحاجة للتوبة، فليس كل هم سببه سحر أو عين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يصلون ولا يقرؤون القرآن، لسانهم لا يذكر الله أبدا، مدمنون على الغيبة والنميمة، وحين يشعرون بالضيق والوحشة يقولون أريد شيخا يرقيني. أنت لست بحاجة للرقية، إنما أنت بحاجة للتوبة، فليس كل هم سببه سحر أو عين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يصلون ولا يقرؤون القرآن، لسانهم لا يذكر الله أبدا، مدمنون على الغيبة والنميمة، وحين يشعرون بالضيق والوحشة يقولون أريد شيخا يرقيني. أنت لست بحاجة للرقية، إنما أنت بحاجة للتوبة، فليس كل هم سببه سحر أو عين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يصلون ولا يقرؤون القرآن، لسانهم لا يذكر الله أبدا، مدمنون على الغيبة والنميمة، وحين يشعرون بالضيق والوحشة يقولون أريد شيخا يرقيني. أنت لست بحاجة للرقية، إنما أنت بحاجة للتوبة، فليس كل هم سببه سحر أو عين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يصلون.